يسأل عن حديث كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير، حديث صحيح في البخاري، هل يجوز الإفطار ب... مش فاهم السؤال. يقول هو طالب من الصعيد عرف طريق الاستقامة بفضل الله ويسكن في شقة ملك لهم وحده ولو إخوة يعرفهم أذهب إليهم وأجلس عندهم يوما أو أكثر، عرف والدي ذلك أي عرف ذهابي للإخوة فقال حرفيا لا تذهب عندهم ولا تجلس معهم ولو لدقيقة، مفهوم ولا لا؟ ولم يقسم علي، وأنا أخشى على نفسي من الشيطان بالجلوس وحدي، هل إن خالفت والدي؟ اتق الله ما استطعت إلا إذا كان هؤلاء القوم أشرار أطع والدك قولا واحدا، أما إن كانوا صالحين ويعنوك على طاعة الله فاتق الله ما استطعت. لدي عمة كبيرة في السن نحو 50 سنة وأصابها ألم في ركبتها، ذهبنا بها للأطباء فيقولون ليس بها شيء، هل ممكن أن يكون هناك مس؟ نعرف أن مرض الركبة في مس، ارقي نفسك وارقيها، أو عفوا ارقيها في ارقيها وترقي نفسها، أما عفريت في الركبة لا أعرف شيئا في ذلك. أخوكم يسألكم الدعاء للشيخ أبي إسحاق فإنه في عافية، نسأل الله أن يتمم عليه العافية والشفاء. رجل دعب زوجته في رمضان ثم أنزل عليه إعادة ذلك اليوم، طيب نسأل أسئلة تأخرنا مع زرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من يذكر آية الكلال التي في آخر سورة النساء؟ أنا عايزين نختار واحد لم يجب من قبل، ماذا عندك؟ شفت قبلت التلقين فأخطأ، ما فيش حد هنا بعين حد اليوم، كل واحد في حاله، ماشي لكبر السن فقط. اللهم صل على الرسول محمد. ما معنى قوله تعالى كذلك نصرف الآيات لعلهم يفقهون؟ نبين، ننوع، بس لا تمد يدك مرة أخرى، نحن نريد نسأل إخوة لم نسألهم من قبل. اللهم صل على الرسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة، نسأل في الفقه وفي التفسير، ما الفارق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي؟ هات، ها؟ يعني أنت تقول البائن بعد التطليقة الثالثة، هذه بينونة كبرى والصغرى يعني أنت جاوبت نصف الإجابة يعني، لكن الطلاق البائن الطلاق الذي لا يحق للزوج فيه أن يراجع زوجته، قد يكون لا يحق له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج، وقد يكون لا يحق لها أن له أن يراجعها إلا بعقد جديد، فإذا كانت الثالثة تكون بيننا كبرى، إذا كان ها؟ ما
ما عندنا اليوم نسينا نجيب أي كتب اليوم دعنا جبناه كده نسينا المرة جاء غيره نغيره لك إن شاء الله. ما معنى قول موسى عليه السلام يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ هات هاتي أسأل على ألا تتبعني بس ما قالتش لي وراي خلاص ماشي هذا كده خر الكلام ما قل ودل لحظة خلاص الإجابة تمت. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ نعم العرض ذاك العرض يا عائشة. ما معنى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ من الذي لم يجب من قبل؟ الذي لم يجب من قبل أجابته من قبل؟ هات هات أي شرك. ما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الغاسق إذا وقب؟ الذي لم يجب هات عن رسول الله. لا غلط كلامك. ها الذي ورد عن رسول الله من قال؟ ما أجبتش من قبل؟ لا خلاص أفسدت علينا السؤال. بس قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين ما معناه؟ هات أجبت من قبل؟ لا نريد شخص لم يجب. أزلفنا ثم الآخرين ما معناه؟ ماذا عندك؟ ها؟ مثل الأولانيين؟ لا 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 مش مثل الأولانيين. نعم أجبت من قبل؟ أزلفنا قربنا ثم هنالك يعني موسى يطارده فرعون، فموسى عليه السلام دخل البحر بعد أن ضربه فانفلق فمشى فيه، فكان بالإمكان أن يتوقف فرعون يقول لا نفكر ما الذي حدث لأن شيء خارق العادة، فكان بالإمكان أن يتردد أو يقول حسبوا يا جماعة انتظروا، لكن الله سبحانه قربه إلى حتفه هو من معه فقال وأزلفنا أي قربنا ثم يعني هناك في البحر الآخرين فرعون وجنده. مش لازم تفهم المرة دي أنت. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات. يا أخي اسكت يا أخي. آيات مفصلات. ما معنى مفصلات لمن لم يجب؟ أنت أجبت من قبل. ماذا عندك؟ أخطأت. ما معنى مبينات؟ انتظر بس. أجبت. ما معنى مفصلات؟ لا نعم ظاهرات. ماذا عندك؟ ها؟ لا لا كل غلط. وش في الجواب؟ خلاص بينها فواصل زمنية. في من نزل قوله تعالى ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هذا الذي نزلت فيه الآية؟ هات خلاص كله شكل يهود النصارى حرام عليك يا مسلم.
ده ربنا بيقول لعلمه الذين يستنبطونه من طول اليهود والنصارى. ها أحسنت. عمر رضي الله عنه كيف إيه؟ لا قصة طبعا. لا قصة بس الوقت ده ما فيش أمتعنا بها ولا أمتعنا. هي قصة ذهاب عمر إلى الرسول وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر فنزلت الآية. قصة طويلة شوي. اللهم صل على رسول الله. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ذنوبا يعني ذنوبا لا تخرف. اللي يعرف يجاوب، ما يعرف لا يرجم بالغيب. ماذا عندك؟ لا 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 خلاص انت جبت غلط يا بالبركة. لا 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 خلي اللي خلفك. ها أحسنت. الذنوب القدر العظيم من الشيء. أهريق على بولي ذنوبا من ماء الاسنان. الحظ و الذنوب من معنى الذنوب. عارف الذنوب يعني ايه؟ ذنوب من ماء يعني جردل واسع. فهي مش في ذنوب الكفار نصيبا كبيرا من العذاب. خذ يا قلت حظا عظيما. خذ تعال. جزاكم الله عنا خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.